طب خليني اجي لك برضو يا حازم، يمكن انت لعبت منتخب مصر. انهي منتخب بقول لي؟ منتخب تحت 19. تحت 19 ما شاء الله. انت طولك كام يا حازم؟ 2 متر. 2 متر ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ربنا يحفظك يا رب. وان شاء الله كده عايزينك 1 متر 10. انت بتلعب خمسه صح؟ بتلعب كام؟ مركز ايه؟ سنتر بلوك. سنتر بلوك مركز ثلاثة. انا اسف مركز ثلاثة، خمسة ده في الباسكت، معلش كله دخل في بعضه، بس يعني الطوال عندكم في ثلاثة، الطوال في الباسكت في خمسة. طيب يعني المنتخب اللي انت لعبته كان سنك قد ايه معلش؟ انا 18. بس احنا منتخب تحت 19 يعني. طب لعبتوا ايه؟ لعبنا كاس عالم في ايران. كنت بتشارك بصفه يعني اساسيه. عملتوا مركز ايه؟ 12 على العالم. كام؟ 12. 12 بس ده حلو مش وحش. ما هو يعني كان كويس. كان جيلك في مين؟ احنا كمان كان في زياد اسامه، في علي وائل، حازم رشاد. لا كنا فرقه كويسه، بس احنا المشكله ان احنا ما تجهزناش قبل البتاع، كان قبل، كانت بعد ثانويه على طول. كان بعد، انا كان عندي ثانويه عامه. فاحنا خلصنا ثانويه يوم 2/8، البطوله كانت في اول 9، فاحنا ما تجهزناش خالص. ما فيش، انت اتخذت من ضل النار على طول. انت دلوقتي في جامعه ولا؟ احنا في جامعه. بتدرس ايه؟ في جامعه القاهره، كليه تجاره انجلش. ما شاء الله. صعب، خلي بالك يا باشا، صعب يا باشا. طب قول لي، طيب يعني نفس الكلام اللي وجهته لانس، انت حازم ايه يعني البطوله، شايف اصعب ماتش ايه؟ مش لازم يعني يكون اصعب ماتش على الفرقه، اصعب ماتش ليك انت اللي انت كنت شايف ان انت محتاج تركز فيه. اصعب ماتش بالنسبه لي كان ماتش الصيد، اللي هو اخر ماتش خالص، كان برضو انس وحمزه زي ما كان فين بيتلعب؟ فين كان؟ في صاله مقاولين العرب، كان اخر ماتش في ماتش الكاس وماتش. كان بالنسبه لي ان انا برضو كنت قبل ما اجي هنا، قبل ما اجي النادي الاهلي، كنت بلعب في الصيد، كان ضغوطات طبعا. طبعا ضغوطات، غير ان انا لقيت ان فعلا الفرقه كلها اتصابت، مش حد في الملعب. هما كسبنا 3-1، كان ماتش صعب جدا. ماتش صعب. انت شايف ده كان ماتش اصعب ماتش بالنسبه لك؟ بالنسبه لي. طيب